صباح الخير وأهلا بكم. بين لبنان بملفاته السياسية المتداخلة والمنطقة بواقعها الميداني المتفجر، أكثر من محور نعالجه في حوار اليوم مع ضيفنا الأستاذ رفيق نصر الله مدير المركز الدولي للإعلام والدراسات. صباح الخير. صباح الخير. رح نبدأ محليا والقسم الثاني بيكون إقليمي دولي، ويمكن بلبنان هلأ الحدث الأبرز هو التشريع بمجلس النواب. الرئيس بري مصر على الجلسة، الأحزاب المسيحية الأساسية ترفض هذا التشريع إلا إذا كان مرتبطا بإقرار قانون جديد الانتخابات. رايحين على التشريع او لا برايك؟ هلا بعد لحد هلا على الطريقه اللبنانيه المخارج بتجي اخر ربع ساعه، بس حتى انتهت ربع ساعه اذا بدك، لان المهله اللي حطها الرئيس بري انتهت عمليا، بضل في مجال لاخر لحظه بايجاد مخرج ما، اما بالتاجيل ولو قليلا، نعم، او انه لا بتروح انت على التشريع وبترجع بتندر، يعني بتفوت بعض القوى بما فيها اللي كانت معارضه بتفوت على جزئيه من التشريع. يعني نعمل في مشكل، يعني الكتائب هو رافض اساسا لاي تشريع بيصوغه رئيس الجمهوريه. التيار الوطني الحر والقوات اللبنانيه هن بحلف واحد اليوم، يا بيفوتوا سوا يا بيظهروا سوا. صحيح، بس عمليا ما في شيء مستحيل بالسياسه اللبنانيه. بيرجعوا بيعملوا حل انه طب تعالوا نتفق على نقاط محدده بالتشريع وبلا ما نفوت بالموضوع الكامل. يعني النقاط المحدده ما عندهم مشكل هن مع الاحزاب المسيحيه، بس مشكلتهم انه يكون اول بند هو قانون الانتخاب، وعلى هذا الاساس هو يا ريت بالاشهر الماضيه بالجلسه التشريعيه. المشكله اي قانون انتخاب، يعني هون المشكله الاساسيه. بعدنا لحد هلا هل اتفقت كل القوى اللبنانيه بالبلد على قانون الانتخاب؟ اذا رايحين نحن بظل الظروف اللي هي قائمه الان، حتروح على انت قانون انتخاب معلب بما تيسر هلا لحتى تعمل شويه توافقات، ولكن لن يشكل حلم اللبنانيين بانه يكون قانون انتخاب عصري حديث. اللجان لحد هلا ما توصلت انا برايي لقانون انتخابي كما تطمح كل القوى السياسيه التغييريه بالبلد، اذا بدنا نحكي المضبوط. يعني انت قصدك على الدوائر الكبرى مع طبعا النسبيه؟ انا مع النسبيه بالدائره، لبنان دائره واحده، وهلا بتفاهموا بالمرحله الاولى حتى ما نبالغ ونحلم كثير على مساله التقاسم الطائفي داخل النسبيه. نعم. يعني يمكن انا امبارح قريت لألبير منصور اقتراح كثير كويس خرج انه الواحد يتداول فيه بموضوع النسبيه، بس كيف ممكن تعمل انت لتضلك محافظ على التوازن الطائفي؟ لانه خلينا نكون واقعيين بالبلد اليوم هلا في كلام طائفي، في كلام مذهبي، في كلام كثير معمق بهذا القصة، منه كلام وطني ولنه كلام حضاري انك انت عم تبحث عن شيء تغيير. يعني حتى لو رحت على التشريع مصيبه، واذا ما رحت على التشريع مصيبه، اذا رحت على التشريع اساسا شو بدك تشرع؟ اليوم عم نحكي بقانون مختلط، يعني ان كان القوات اللبنانيه وان كان المستقبل رجعوا ذكروا بالقانون المختلط. اي قانون جاي هو قانون تعيس، اي شيء جاي هو قانون لا يمثل طموحات اللبنانيه مع احترامي لكل القوى السياسيه. طيب شو الحل؟ اي شيء جاي هو تاسيس لحرب جديده او لانه نبقى تحت انعكاس التحولات من حولنا، وما بدنا نعمل بلد فيه شويه ضمانه وحصانه للمستقبل لتطويره، لانه خارج اطار النسبيه انت عم تكرس النظام الطائفي. حتى لو نسبيه جزئيه؟ ليش بدها تكون جزئيه؟ ليش بدها تكون جزئيه اذا طالما قدرنا نعمل جزء من البلد اللي هو تيار المستقبل رافض ذهب الى النظام النسبي وبيحط الحق على سلاح حزب الله؟ هلا سلاح حزب الله صار سلاح اقليمي وسلاح غير محل، وبدك بنحكي حتى مين مانع هلا رئاسه، مين مانع يكون في رئيس جمهوريه؟ رح نوصل للرئاسه. نعم. فبالتالي يعني هلا هي المزايدات الصغيره الرخيصه منا في الى اسمان محل ثاني. في البعض بيقول لك انا هلا ما بوافق، اعطيني بمحل ثاني بيرجع بيوافق. هي على الطريقه اللبنانيه، ليش عم بقول لك اعطيني لا اعطيك؟ كيفما كان سواء بالتشريع بغير التشريع، نحن رايحين للأسوأ، مش رايحين لحتى نشكل خطوة تغييرية حقيقية، على الأقل تشكل ضمانة ونوع من الطموح لللبنانيين أنه بعد سنتين بعد ثلاثة بعد خمسة بعد عشرة ممكن أنه نعمل يعني انتخابات عصرية حديثة وفق قانون النسبية. عندك قوى سياسية جديدة، عندك شباب، عندك المرأة بمشاركتها، بتخلص منها النص أو ثلاثة أرباع الطبقة السياسية الموجودة، بيخلص الخطاب الطائفي المذهبي، بعدين بنبلش نفكر أنك أنت تروح على بلد تكون فيه انتخابات حديثة خارج النطاق الطائفي. بدك قانون خارق لكل الطوائف، غير هيك بنكون عمالين نكذب على بعض وبنضحك على بعض. بين تشريع قانون بالممكن الموجود وبين البقاء بالحالة اللي احنا فيها، ايه هي السيء والأسوأ؟ انا شخصيا البقاء بالحالة اللي احنا فيها افضل طبعا، تماما مثل الربيع العربي. لو بقيت الأنظمة التعيسة اللي كانت موجودة
كانت وفرت علينا هذا الدم. وبعد سنتين ثلاثة أربعة خمسة بتجي أدوات تغيير حقيقية، بتعمل ثورات حقيقية. كنا ما رحنا عليه، رحنا له هلأ عم تتمزق خرائطنا. نفس الشيء نحن بالداخل الآن، أفضل لك أنت تعيش يمكن بشوية هذا الفراغ اللي أنت عايشه، لأنه ما بيغير شيء انتخاب رئيس جمهورية في ظل. طب إذا جبت رئيس جمهورية وقانون انتخاب على تعاسته والتركيب الحكومية على تعاسته والتأثير الإقليمي مؤثر الإقليمي والدولة وكل الأحداث على ما هي عليه، شو بتكون عملت؟ لا شيء. خلونا على الأقل نفكر لأول مرة بشكل جدي، نعمل انقلاب سلمي يا سيدي من داخل هذا النظام التعيس، ونجيب على الأقل نقول يا خيي ما عم نقول بدنا نغير النظام، عم نقول بدنا نعمل قانون انتخاب عصري. هذه الطبقة السياسية أفلست، هذه الطبقة السياسية يجب محاكمتها، وهي الطبقة السياسية اللي عاجزة عن فعل أي شيء. إذا بدنا نروح هلأ على التشريع، كيف ما كان هذا التشريع، واللي بيرفض واللي بيوافق واللي مستعجل رايحين لتكريس الأمر الواقع وللمراوحة وأبقاء الوضع على ما هو عليه. ما منكون عمال نعمل، ما حدا يتوهم أنه نحن حنقدر نعمل شيء. طيب بالنسبة لقانون الانتخاب تحديدا، برأيك ليه اليوم الرئيس بري البعض بيعتبروا عم بحاول يتملص من الوعود اللي كان قطعها سعد الحريري أنه يكون هو بمطلع جدول الأعمال لأي جلسة تشريعية؟ يعني اليوم عم بيقولوا أنه الرئيس بري عم بحاول يلاقي المخرج للرئيس الحريري. هلا في تناغم، يعني في نوع من التناغم لإبقاء خطوط. لك على الطريقة اللبنانية، أنا دائما بستعمل على الطريقة اللبنانية، في خطوط وخيوط. نعم. في مثل لعيبة الكشتبين إذا بدك، في لعيبة اللي بيلعبوا هيدي شو اسمه الدمى، مين اللي بيلعب، في أصابع خفية هي اللي بتمسك بالخيطان وأنت بتشوف الدمى عم تتحرك. عند مين اليوم الأصبع الخفي؟ يعني عند الكل. هلا الرئيس بري من غير شك بيمسك كل تتربع الهي وأدراني، يعني يمكن لأنه بعد المؤسسة الوحيدة اللي هي مجلس النواب إلى جانب الجيش اللي بعده من بقايا هالدولة، والباقي صار افتراضي، ما بقى فيه لا سلطة ولا بقى فيه شيء أي غيره. لذلك أنت بتضلك تحت حجة أنه ما بدنا مشكلة بالبلد، تحت حجة ما بدنا انقسام أكبر، ما بدنا يعني نتناغم مع ما يجري في المنطقة، تعوا لحتى نضلنا عم نرتب. بنضلني أنا عم بحكي مع، بضل العلاقة ما بين رئيس بري وليد جنبلاط خاصة، بضل مع من رفيق مع سعد الحريري مش عارف شو، الجنرال عون بضل يعني طبعا مع الحزب مع القوات مع الكتائب، طب وين من راديون هوني لحتى نزق يعني. هيدي الطريقة اللبنانية، هذه ثقافة المتداول بالساحة بطول عمره لبنان من كيانيته. بس السؤال بالنسبة للرئيس بري، شو المنع اليوم من إقرار قانون جديد للانتخابات؟ يعني ما حدا اتفق، ما حدا كواقع ما حدا اتفق على القانون، مريحينه بالساحة، ما حدا اتفق، عم بيتفقوا على المتداول على الممكن. يعني ما حدا اتفق بعد على قانون انتخاب، بيعرفوا انه 90% اذا بدك لو في انتخابات حره او استفتاء حر، 90% من الناس بلشت تؤمن انه بدنا قانون عصري، انتخاب عصري على وفق النسبيه. بعض القوى السياسيه المتضرره، لانه انا بقول لك الكل متضرر، انا بقول لك الكل، نعم مثل ما بيقولوا بينجحوا الكل، يعني الكل، كل القوى السياسية اللي بمنظومة السلطة، إذا جيت عملت لها قانون نسبة ستخسر الكثير من مواقعها. خلينا نشوف مين بيمثل مين ساعتها، وأعطي فرصة لهالشباب الجديد اللي طالع. بس إذا هني رح يخسروا وما رح يروحوا للنسبة، ما هي ما حيسمحوا لهن اللي بدهم يكونوا. ما بقول لك حدا، مشان أنا مشان الناس تفهم شوي صغير، يعني معلش القوى السياسية المعطلة، القوى السياسية ما بدهاش رئيس جمهورية هلا، مع بعض القوى الإقليمية ما هذا بالتناحر والكاد السياسي بيقول لك حزب الله مانع، هذا مطلوبات اللبنانية والمستقبل انه حزب الله عم بيعطل الرئاسة. اللي مانع انتخاب رئيس جمهورية هو اللي ضد حزب الله 14 أدار يعني، والإقليم معه والسعودية والأمريكية. ايه ليش السعودية طرحوا بالعكس يا حبيبي، شو بدك اذا بدك على مبادرة طرح شيء والمضبوط شيء. ليش انت اليوم اذا بدك تعمل انتخابات رئاسة جمهورية في لبنان في ظل توازن القوى الموجود في المنطقة، بده يجي تحت مظلة حزب الله. نعم. هاي القوى مراهنة انه بعد شوي يمكن يصير في تغيير ويمكن يصير في ضربة لحزب الله، منجيب رئيس جمهورية بالواقع الجديد
لما بعد ضرب حزب الله او تقليص حزب الله. هيدي القوى لو عندها هذا المنطق ما كان هذا المنطق المضبوط وايدته. هيدا مناوره بعده حتى الساعه كيف مناوره سعد الحريري كل يوم بيرجع يذكر انه هو السائر بتأييده بيعرف سعد الحريري انه هذا الكلام مش واقعي ولن يحصل ولن يدخل الى مجلس النواب. ليه؟ وما في قرار بلبنان هلا تعمل اي شيء لا انتخاب رئيس جمهوريه ولا اي شيء. التسيير بالممكن فقط. هذا قرار امريكي واقليمي. قرار عند مين يعني؟ هن بيتهموا بالاقليم. هن بيتهموا ايران وحزب الله بتعطيل هذه الانتخابات. هن ما بدهم رئيس جمهوريه لانه اذا اجى حتى لو اجى سليمان الفرنجي هو تحت مظله حزب الله وخط الممانعه وبياكلوا قتله من بعدها فيه. خلينا نكون يعني حتى اذا اجى الجنرال عون كمان بيعتبروا ذلك. بالعكس هن بيعطلوا بس بالميديا بيبينوا حالهم انه هن بدهم هن رغبانين بس هو 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 مانع. اذا بدنا نسلم بمنطقك ما في شيء بيمنع بساعتها اليوم اذا هيدي مناوره يطلع حزب الله ويقول انه انا مع سليمان فرنجي بيعرف حزب الله هذه المناوره. بيعرف حزب الله انه ما في شيء منه وبيعرف حزب الله انه بيصير في مشكل بالبلد قبل ما يصير في انتخابات. مشكل على الصعيد على كل الاصعده على كل الصعد. هلا الوضع شويه بلديات شوي بدك ترفعوا على التشريع ما التشريع كله 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 قضايا قضايا تحت تحت السطوه. في شغل ثاني بمحل اخر. الشغل على مستوى المنطقه اكبر حتى حتى اللي هلا البعض بفتكر لك جناب وما جناب في شغل اكبر عم يشتغل. اللي بيعرف شو قال نتنياهو وشو طلب من بوتين وشو اللي عم بيحصل بيعرفوا شو اللي عمال ينشغل على بالمنطقه على فلان او شيء اكبر. طبعا على قصه ضمانات المستقبل في المنطقه من سيعطي الضمانات لمن. ساعتها بيفهموا ليش اجت هلا السعوديه بالتوقيت اخذت الجزر وشو بده يكون الدور المصري بعد شوي واسرائيل من مين عم تطلب ضمانها الاستراتيجي. هيدا رح ارجع له المحور الثاني ما بدنا نحرقه. بعم لك عشان هيك اللعبه بالبلد هون صغيره كثير هلا بنضلنا عم نتسلى بلديات على حجمها رغم انه عم تقول صغيره. في كثير اليوم بيطرحوا علامات استفهام عن طريقه اداره 8 اذار للملف الرئاسي. يمكن كان في كلام امبارح للوزير سليمان فرنجي بيقول فيه انه ما في مشكل اذا هو او العماد عون كان رئيس، مهم ان يكون من هذا الخط السياسي وان يكون هذا الموقع من نصيب 8 اذار. ما في رئيس للبنان في هذه المرحله على الاجنده اللي موجوده لاعاده ترسيم التوازن الاقليمي في ملفات كبيرة هي على واحد منهم رئاسة الجمهورية في الملف العراقي وما هو مستقبل الوضع بالموصل وكيف بدك تركب سلطة جديدة. لكن شوف شو عم يحصل بالعراق هذا جزء من الاقتراب من اللي عمال يعد. نعم. في أيضا كمان لطريقة الإخراج يعني لازم نقرأ كلام أوباما بالسعودية وشو اللي حصل. بيعرف أنه في ملفات محلات تانية ملف رئاسة الجمهورية جزء من هاي الملفات اللي ما بيتحدد. حتى لو هلأ إجا رئيس وزير سليمان فرنجي طلع على الرابيو وقال أنا مع ترشيح الجنرال عون، صدقني ما حدا حيسمح انه ينفتح المجلس ويصير في رئيس. في قرار اقليمي دولي الان بالمنع لانه بدك ترسم صوره لبنان الجديد بالمرحله اللي جايه لانه داخل هالخريطه في قوه بده عمالي هلا ينبحث بحجمها اللي هي حزب الله. وحزب الله صار قوة إقليمية. طيب له ارتباطاته بإيران أو هو جزء من خط الممانعة. طيب إذا جزء من الصراع على مستوى المنطقة. قبل أنت ما تشوف الوضع السوري قبل ما تشوف الوضع العراقي قبل ما تشوف دور حزب الله وين بده يكون قديش حجمه شو المهام وقبل ما تشوف برجع بقول لك ما تحصل إسرائيل على الضمانة اللي بدها إياها من مين بتاخذ الضمانة؟ من روسيا من روسيا ولا من سوريا؟ ما سوريا كانت عم تعطيها الضمانة لما كانت دولة وجيش ومؤسسات وبتخاف أن تشن حرب وتخسر فيها وفي توازن دولي انعملت هاي الضمانة الغير المعلنة ضمانة إقليمية دولية والقوات الدولية وغير ذلك. الآن بالبحث عن سوريا الجديدة وكيف سيكون الوضع بسوريا غيره مين اللي بيعطي ضمانات اليوم؟ بيعطيها الروسي اللي هو حتى عم يوصل لمرحلة عم هو بيعمل المصالحات على الأرض يعني هو اللي عم يشارك بالتركيب بيعطيه الضمان النظام الإقليمي الجديد اللي بعده يحتاج إلى مصالحة سعودية إيرانية. طيب بس يصير في مصالحة سعودية إيرانية أنا بقول لك ساعتها يلا يا شباب بيلبسوا طقمتهم تبعوا المجلس النواب بانتظار اللحظة
اللي بتجي مثل ما كانت تجي احيانا، كانت تجي مسج، هلا بتجي واتساب، تفضلوا شرفوا انزلوا على المجلس والمرشح فلان وهالقد قيمة التصويت. من سيكون هذا المرشح الفلان؟ ما حدا عارف. وسطي او من 8 اذار؟ يعني بدك يوم رجعت عم ينحكى انه بدك تعمل تركيبة. في بعض التحليلات بتقول انه حظوظ عماد عون وسامين فرنجيه باتت شبه معدومه، والان تعود الاوساط السياسيه اللي تطرح بعض الاسماء الوسطيه للرئاسه. يعني لك ما في شيء مستحيل، لكن اذا انت عملت تركيبه غير دراماتيكيه، يعني لا. يعني اذا اجت التركيبه من بعد ظروف غير دراماتيكيه، انا بقول لك لحد هلا يعني الجنرال عون هو المرشح الاقوى. بس اذا انت حصلت مفاجات على مستوى الاقليم، اللي من بين شغلتين ممكن يحصلوا، الحرب مع اسرائيل، وهلا اذا بدك نحكي، لانه من بين شايف اليوم حرب مع اسرائيل، من بين الشغلات اللي طرحها نتنياهو تم التباحث فيها، تركني من الاخبار اللي بتجي بالصحف، انه هن عارفانين انه بعد في حيز بالفكر عند النظام، انه اذا وصل لمرحله ما قد يشن بلحظه مفاجاه هو حزب الله حرب على اسرائيل. وبنفس الوقت نتنياهو قال لهم اذا وجدنا كمان نحن مناخات معينه قد نشن نحن الحرب على حزب الله، وبالتالي كمان ايضا على النظام بسوريا. لذلك لما صار البحث، بحث صار بالعمق، انه انت يا روسي اللي هلا لك دورك، ونحن عارفين كيف مرسوم بالله، تعطيني ضمانتي بانه حزب الله وين حده، وانه سوريا بوضع جديد سواء بالرئيس الاسد، وسيبقى ان يتعاطى على اساس انه يا اخي اذا انتصرتوا انتم بكره، هذا الكلام اللي قاله، هذا انتصر المحور، شو الضمانه، مين بيعطيني الضمانه، انت بدي اياها منك، وبدي اياها من بعدها من الايراني ومن الروسي، يعني كمان من حزب الله، يعني معناتها ما بقى في حروب، معناتها يبقى ترجع القضايا ستاتيكو، ساعتها بينحكى على قصه الجولان. ليش سبق نتنياهو زيارته لهنيك بمساله الجولان؟ الاجتماع لا يعني بده يفهم، يفهم يعني هاي المسألة عشان هيك نحن على كتف، لما الواحد بتحط ولده على الكتف بضل الكتف مؤقت، يمكن ترجع تتلقاه بالإيد، يمكن يرجع يوقع على الأرض. لبنان على كتف الأزمة اليوم في المنطقة، الحلول الأكبر فوق، بس توصل للمرحلة لحتى تنزل لتحت، ساعتها أنت بتقول إيه. هلأ بنتسلى نحن بالصحف بالتوك شو بقوى سياسية، مين عم يحكي عن مين، بنتسلى بأنه بنعمل تشريع، والله ما تشريع شو أو غيره. نحن فاشلين حتى أنك تشيل كيس الزبالة، نحن فاشلين حتى أنك تعمل أي حيوية سياسية حقيقية بالبلد. فكيف بدك ترسم مستقبل وهلأ تعمل قانون انتخاب؟ أنا ضد هالقصة. نعم. ما بدنا نعمل نحن ربيع عربي حقيقي شبابي جديد، قوى سياسية جديدة تقوم، لا والله لابد تكسر البلد. ما ممكن أنت ترجع لقانون غازي كنعان، ولا لقانون ما يسمى في الستين، ولا قانون على الأكترية الطائفية بهالطريقة اللي هني ماسكينك فيه ليرجعوا يمسكوا رقابنا بعد التمديد اللي هلأ كمان أربع سنوات أخرى، بواقع كمان في نفايات سياسية طائفية مذهبية قائمة اللي ممكن يخليك بأي لحظة أنك ترجع تروح على الاشتباك الداخلي. كون ذكرت أنه أو دعوت لربيع عربي شبابي، ولي جنبلاط سبقك عليها، بده يورد تيمور. أنا لك أنا بيت جنبلاط، كنت يعني كمال جنبلاط بيعنيني. أي. وأنا من الناس اللي كانوا هيك بمناخ الحركة الوطنية ببدايات قبل ما سافر على أبو ظبي، ضلت مشاعري، ويمكن في جلسة مع كمال جنبلاط إن شاء الله منزلها بكتابي أنا، كيف لما حكى مع الشيخ زايد وغيره، شو اسمه، في حنين له لهالدرجة. وليد جنبلاط ارتكب خساراته التاريخية، خسارة تاريخية، خلص ما بقى يقدر يصحح ويرمم كل الأخطاء المتراكمة اللي ما عرف يقرأ كيف لوين رايحة. هو كان مع المراهنين ما بيقدر يزبط شيء، خلص أنا خايف على البيت السياسي لبيت جنبلاط، حتى على تيمور، حاسس أنه إذا تركبت الأمور في بيوتات ما حتعبر، يمكن من بيناتها البيت الحريري. نعم. بالسياسي عمالي أحكي، في بيوتات بدها تتغير، لأنه في البعض لعب ما بين أرجل الفيلة، وتوهم كمان بالشطارة اللبنانية أنه بكرة بيقطف على طريقة فخر الدين لما وقف بمرج ضابق قال فلننتظر الغبار، وبعدين كان جاي مع المماليكي قاتل لما لقى قنصول غوري وقع على الأرض.
راح صار مع العثمانيين اجى على المخ. لذلك واضح نقطتين حكيت عن بيت الحريري في انا ماني شايف انه بيت الحريري في بديل لانه السياحه السنيه في نجيب مئاتي عم ينحكى معهم تحت الطاوله. انا معلوماتي كذا جهه عم تتحضر الامور وبكره من هيك بتتكشف بعض الامور وعم تتحضر شخصيات سنيه تانية في مناخ جديد بده يتركب. ليش قلت لك بعد بكير؟ ما حدا يتوهم هلا تسلوا بلديه ما بلديه كل واحد شو حجمه شو كذا ماشي الحال، بس في بيوتات انت عم تلعب مع التاريخ. في شيء ناس خرجت عن أوزانها بمرحلة ما توهمت إن هي ممكن تظهر. حزب الله خرج عن أوزانه نعم. ولكن كان قارئ راح فات على الإقليم بالقوة العسكرية بالرؤية السياسية بالموقف وبيدفع أسبنه أو بيكمل أو بيروح بيقاتل بالجليل بكرة، هذا شيء تاني نعم. بس في بعض البيوتات السياسية اللي ما مفترض كانت تلعب لا بالأمن ولا بالعسكر ولا بالدم ولا بالدم بيت الحريري مش لعب ولا بالإعلام. لا ما أحيانا كلمة واحدة على التلفزيون بتقتل ألف على بالأرض. لما بتغير أنت ذهنيات ناس وبتغير الوقائع والذهنيات والميديا بتسيطر على الرأي العام بهالطريقة ونحن بظل ظرف حرب مذهبية أهلية طائفية غزة وبتلعب أنت بخرائط الآخرين، معلش في ناس بسوريا رايح لتصار 400,000 قتيل، ما بديش أقول من أي جهة نعم. ما حتمرق الأمور بسهولة. لما بده يركب أي بعد وضع في ناس اللي لعبت بدها تدفع أسمان، وبالسياسة الداخلية اللي ارتكب أخطاء كتير كبيرة بده يصححها بمعجزات. هلأ بتقلي بده وليد جبلات صححها بتيمور، أنا لحد الآن ما شفتش ولا شيء من تيمور، ما طلع ولا بكلمة بس مقابلة الأخيرة لوليد جبلات ما بدي بتمهد الطريق يا خي بعده أول شيء الغزل بحزب الله بالسيد حسن نصر الله يا خي الطريق كلامه عن الحزب صار لأقول لك شغلة صار مهد له سنتين ثلاثة نعم. صار له 4-5 سنين بقول أنا بدي اعتزل العمل السياسي. يا معلش أنا بقول بمحبة لك هذا البيت بحبه يعني هيك في حنين بيقدر يطبيقته طلعه يطلع هلا يطلع رحيب خلي يطرح شوف طرحه السياسي يبلش ما يكون بس مجرد قاعد بالمهرجانات انه هيدا هو تيمور. خلي الناس تعرفه وانا بتمنى يكون في فكر جديد، بتمنى يكون في حركه تصحيحيه ويقود اذا بده وليد جنبلاط عبر ابنه اذا هو ارتكب الاخطاء لحتى ترجع. لا يليق بإرث وليد جنبلاط أو كمال جنبلاط إلا أن يكون ضمن صف هذا اللي كان يكون ما بين الحالة التقدمية الوطنية ذات الطابع اليساري الرفضوي مش الروافض اللي نحن بنسموه الروافض الرفضوي المعنى يعني اليساري هيك العنفوي اللي نخوته هيك كان كمال جبلاط يمثل على وليد جبلاط باخر المقابله كان مع خط المقاومه وكان عم بيحارب الفساد فرفضوي ومقاوم بحط علامات استفهام ما هيك ما حتركب هيك يعني زبط له وضعه ل ل ل لتيمور بثقافه سياسيه جديده وعنده شاب كاريزما يعني بعد انا ما سمعت صوته يعني عم بحكم هلا كوني بيشتغل بهالشغله بعد ما سمعت صوته يعني ولا مره بس انه مؤهل لانه يلعب دور طيب سقفه سياسيا وما تعطيه ما تخليه يلعب لعبه هيدي التنقلات العجائبيه اللي كانت وما حدا يوصمه انه عنده رادار مثل ما انعطى له لحتى دفع هاي الاسمان. وانا بقولها بمحبه يعني هلا بديش يكون عنيف اليوم نعم. رغم كل المآسي اللي ارتكبت من خلال مواقف وليد جنبلاط منذ 82 اذا بدك 83 لانه كمان خسرنا عوده ضب الحركه الوطنيه يعني مثلا بال 84 بالانتفاضه الجبل وما تلا ذلك كان رمز وليد جنبلاط من رموز التحولات على مستوى المنطقه وكانت علاقته بالسورية اللي هي عطته السلاح وهي اللي خلته يعمل انتفاضة الجبل وكان ممكن انه يرجع ينشئ الحركة الوطنية وكان ممكن انه يدعم اليسار الحقيقي. ما كنت انت عطيت مثل ما هلا بيقولوا في هوية دينية معينة للمقاومة، كانت هي الحركة الوطنية كمان ضخت لانه هي عملوا عمليات مثل الحزب القومي السوري الاجتماعي مثل حركة امل مثل الحزب الشيوعي مثل كل عملوا عمليات حتى عمليات استشهادية. كنت انت لو طورت هذا الفكر السياسي كنا نحن امام نخبويين مثل الحزب القومي السوري وغيره بحركة وطنية غير خارقة للطوائف، لكن لأنه هو راح على محل تاني وغيره راح شوف لما وصلنا
هيدا لبناني يعني بهيدي التركيب الواحد للأسف دائما يروح للمنحة المذهبي للأسف يعني. للأسف هيدي انتظار الغبار عند كل أنا ما عم بتهمه لألو نعم. عند كل القوى السياسية ما 90% من اللي عم يسبوا سوريا كانوا هني مع سوريا كانوا هني الأدوات السورية وكانوا هني اللي نفذوا المشروع وهني الجهاز الأمن السوري مشترك وهني القبض الاقتصادي السوري السعودية اللي كانت بالبلد وهني اللي كانوا نفذوا وهني اللي تشبعوا إهانات من السوريين وتعلموا على وكانوا أزلاء أمام السوريين افتكروا بلحظة ما أنه هلأ صار بسوريا هيك صاروا هلأ شرفاء مكة. ما حدا بينسى التاريخ وما حدا بيمحي الأرشيف. الأرشيف بيطلع بيبين بعد. طيب قلت لنا لبنان هلأ معروف الواقع اللي هو فيه ما قادر يتخطيه بس بالوقت اللي عم نشوف تغيرات ببعض الأماكن ما بعرف أنت أكتر بتعرف قد حجمه بملفات مكافحة الفساد يمكن الإنترنت غير الشرعي أخذ الحيز الأكبر كمان ملف الأمن الداخلي في كتير من الملفات اللي علاقة بالفساد عم أنت مصدق إنه حد فتح ملفات ما عم نشوف هلأ تحقيقات أهلين بعد 4-5 أيام بعد أسبوع 10 أيام بيفتحوا ملف تاني بنسى هيدا حبيبي لا 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 قضاء للنهاية يعني ما في للأسف مع احترامي للقضاء ما مسموح للقضاء أن يذهب القبضة السياسية لعبة المصالح بين القوى ما بتسمح بتحقيق ليش؟ لأنه الكل متورط وإذا بدك إذا هاي الجهة بيروحوا معها للآخر بالتحقيق بتفتح له ملف لأنه بتعرف هذيك الجهة متورطة بكل شيء بكل شيء ليك من بس لو عم بيقولوا مثلا عن عبد المنعم يوسف في كلام إنه رفع الغطاء السياسي عنه مين رفعه؟ تيار المستقبل بشك ليه؟ بشك إنه رفع عنه لأنه بيعرف عبد المنعم يوسف الكثير من القضايا كمان إذا رماها بتعمل قصة أكبر ما بدهم يعملوها بشك يعني ليك وين بتعمل تحقيق انت بتعمل لك على بيع جبنه يمكن بتعمل لك على حدا سرق له فروجين بتعمل قبضاي بالقضاء او غير القضاء على حد على هول البسطاء نعم. لكن بالملفات الكبيره اللي عجزنا حتى بمساله خيانه الوطن ما قدرنا نعمل اي شيء ما بتقدر تعمل هاي في وحده مصالح رغم كل اللي بتشوف الاشتباك مش في اشتباك كبير ما بين 14 اذار و8 اذار حتى من بس على الساحه اللبنانيه حتى على المستوى الاقليم نعم. بلعبه التداول المصالح والمردودات هن غيره في البعض عم يتخانق من الان على الزونات البحر اللي بدها تكون تبعيه الغاز بالمستقبل كل نعم. واحد يا حبيبي كل واحد شو بده في كتار هلا كيف نحل بده يحلوا مشكله النفايات مش لكل صاحب نفوذ وطائفه له نفاياته نعم وقديش مردوده يطلع يقولوا للناس قديش مردود المصاري طيب العشر سنين اللي مرقوا لمين كانت تروح المردود المصاري عمين كنت توزع للكل كل واحد على السكين يا بطيخ ما يضحكوا علينا هولي طبقة سياسية يجب أن تنتهي يجب أن تقتلع ما بدكش تحاكم لأنه إذا حكمت سني بيقول لك ليش عم تحاكمه بدك حاكم شيء بدك تعمل 66 مكرر وبدك تفوت يا أخي ما عمل قانون انتخاب نسبي بنخلص منهم أول 4-5 سنين بتعمل طبقة جديدة مجلس نواب جديد يذهب إلى تشريع جديد بتلغي الطائف اللي كرس قضايا كتير بتلغي الطائفية السياسية بتبني جيش مثل العالم بتبني مؤسسات دولة وبتكون هالبلد بعد 10 سنين بعهدة شباب جداد مسقفين من أولادنا اللي تعلموا برا من غيره أما هاي الطبقة السياسية هؤلاء يعني علي بابا والأربعين حرامي الأربعين حرامي ما بيقتلوا لعلي بابا لأنه هو اللي بيدير وعلي بابا ما بيتخلى ولا على أي حرامي لأنه لكل حرامي دوره فبالتالي ما في نوى ما فيش فايدة يا صفية خلينا نشوف في الملفات الإقليمية إذا فيها فايدة أو لا بعد الفاصل ونعود للمتابعة في حوار اليوم مع ضيفنا الأستاذ رفيق نصر الله عودة للمتابعة في حوار اليوم مع ضيفنا الأستاذ رفيق نصر الله مدير المركز الدولي للإعلام والدراسات ننتقل للملفات الإقليمية يلي شبكتها من الأول بالملف اللبناني وقلت إنه الأهمية هون كتار كانوا مرهنين على الهدنة السورية لحتى تكون مقدمة للحل بلشوا يتوقعوا إنه بالصيف ينطلق نهائيا مسار الحل وإذ اليوم الهدنة تترنح بعد لحد هلأ ما اقتربنا من مفاوضات الحل بعدك أنت عم تعمل ملامسة خلينا نبلش بالشيء الأهم بأي ظرف عمالي
يصير المفاوضات حول سوريا بوقت عم تتشكل بالمنطقة منظومة جديدة، منظومة الإقليمية للنظام الإقليمي الجديد والمنظومة الدولية. أنت أمام أمريكي يبحث عن أمريكي آخر لمرحلة ما بعد أوباما اللي بده يروح فيه الحالة الأمريكية الجديدة على آسيا، جنوب شرق آسيا وعلى غرب أفريقيا، حيث هلأ الغاز وعم يتبين والنفط وغيره اللي شو اسمه. وأمام روسي لم يتشكل بالكامل بعد، يعني ما صاروا ما تشكل، بعده ما تشكل، بعده عم بهاي الجينات اللي فيها تشكيل الامبراطوري الكاتريني اذا بدك تبع روسيا، اللي فيها كمان نكهه ستالين على اندروبوف على جنب المرحله الشيوعيه، واللي بالمرحله بوتين الان بعدها ما نمت بشكل الامبراطوري، يعني قوه الامبراطوريه بشكل كامل. عشان هيك اليوم اذا بنبحث بالجيوسياسي بجديد، يعني استراتيجيه جديده، بدك تشوف من بعد بوتين لحتى تعرف بوتين بيجي تو، يعني بوتين الثاني ليكمل اصلا بدك تشوف بيكمل ليوصل لحاله التشكيل. اذا انت امام قوتين كبيرتين عم بيتشكلوا، هن عم يتفاوضوا على وضع اقليمي، ولكنهم ايضا في محلات عم يتفاوضوا على وضع دولي، لانه في عندك الصين كمان ناطره على المفرق اللي بعد شوي هي بدها تقدم لك كيف هي تشكلت اقتصاديا وعسكريا بمساله الصراع اللي رايحين فيه على جنوب شرق اسيا. تحت هاي المظله في كمان نظام اقليمي عمالي ينعمل، اللي هو القوى المحليه اللي البعض منها بقدرته عنده قدره يشاغب هلا، والبعض منه استكان، والبعض هو عرضه للهجمه. يعني خلينا نفصل السعودي اليوم اللي عندهم قدره على المشاغبه مين؟ تركيا والسعودي. يعني اليوم السعودي بالدرجه الاولى اللي فهمان الامريكاني، ما نضلنا نقول هذا عقل بدوي عمالي كذا، لا، السعودي فهمان الامريكاني انه بمرحله تحول راح يقنص وراح يشغب، وقاعد عمال يزت وراءه لقدام ليحمي حاله في النظام الاقليمي اللي جاي. راح على اليمن، عم يخبط بسوريا، خبط بالعراق، هلا الوضع بلبنان هو جزء منه، كمان له تدخلات، وهلا مشتبك مع الجزائر. صحيح. كمان والجزائر بنكيف فيه، لك مين بيعت على سوريا. هيك ما هي السياسه بتتحول. اذا هو بده يشوف حاله السعودي بالنظام الاقليمي الجديد اللي عم يرسم. عشان هيك اجى توقيت جزر اثنين، لحتى انت عم ترسم خرائط بده يكونوا جوات السعودي، وفهم المصري يعني عارفين ابعاده شو بده فيهم السعودي. هو ما بالعسكر اذا بدك اللي بيعرف، انا رحت على شرم الشيخ ورايح على المنطقه، وقبل هلا رايح وقت القضايا اللي كانت بسيناء. ما انت اليوم صرت بطياره، بدون طيار بتسكر المضيق، يعني ما بدك شيء، صرت بصاروخ ارض بحر، يعني اذا بدك او ارض سطح او اي شيء بتمنع اي سفينه. ما حاطيك مثال اكثر، اذا فعلا السيد حسن بلحظه ما بمواجهه ما، وححكي هلا عن المواجهه اللي جايه، اخذ قرار بانه يعطل حتى حركه الملاحه بشمال البحر الاحمر لجهه انتو داخل من تيران، بيقدر بصواريخ بعيدة المدى. طبعا عنده امكانيه يوصل لنص البحر الاحمر. شو ما ليش الاسرائيلي رايح على 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 روسيا غيره؟ ما فهم انه ثلاث ارباع هذه الصواريخ وين صارت. المهم طيب حكيت لنا على المواجهه، ما بدنا نسيبها السعودي. هلا 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 بنحكي في جاي بنحكي على المواجهه، يمكن امكانيه الحرب ايمتى. السعودي عم بيشاغب وبعده عنده قدره على المشاغبه، عشان هيك بعده لحد هلا ما بيحركوا لهالي وفد الرياض بيجي تعال زي هول صغار كتير، لأنه المحل الثاني بده المفاوضات بمكان آخر. كيف بدي أنا والإيراني والتركي معي نتقاسم المنطقة، وشو حصة الإسرائيلي؟ عشان هيك بتطول جنيف. وين بيكون المفاوضات اللي هلا الحقيقة اللي حتى بالميدان؟ نعم. عشان هيك شفنا الميدان رجع اشتعل. هلا النصرة وهولي وغيره الاتراك من الشمال عم بيحاولوا انه مثل ما خط الروسي الايراني السوري وحزب الله عمل هالمتغيرات قبل جنيف الثالثة وعمل امر واقع بتدمر، حاول بهذا الهجوم هلا بشمال ريف اللاذقية وغيره انه يغير الوقائع. ما عم تركب. نعم. ما عم تزبط. بس بالمقابل كمان ان كان الجيش السوري وحزب الله والروس عم يحشدوا بحلب اليوم كمان. طبعا
يعني هيك هذه. وعشان هيك الامريكاني قالوا للروسي انتبهوا ما بتوقع حلب هلا نعمل مشكل كبير. في عم بقول لك مفاوضات على اكبر من هاي اللي عم تشوفهم فايتين على جنيف وظهروا حكوا قال له رد عليه كذا. بس كله امريكي وين اليوم من هذه المفاوضات؟ يعني اذا قال له للروسي اوعى حلب بصير مشكل كبير مثل ما قلت. بضل الوقائع على ما هي عليه حتى تنتهي هاي الاداره اللي عمال يحلم. بس في نظر ثاني بتقول انه لا انه اوباما لازم يسلم مؤشرات الحل للاداره الجديده. انت شو قلت؟ مؤشرات الحل وليس الحل. عشان هيك عم بقول لك مفاوضات الحل بعد ما اكتملت. ايمتى بصير في حل؟ لما بتجي بتضغط المواقف وبتضغط العناوين وبتصير انت عمالة تتفاوض حول الترتيبات بالمصطلحات وبآلية الحل. لحد الآن كل العناوين المطروحة مش متفاهمين عليها لا المرحلة الانتقالية اللي من بيناتها مصير الرئيس ولا الحكومة الائتلاف الوطني أو الوفاق الوطني أو الوحدة الوطنية أو كل هاي التسميات. لأنه اللي السعودي شو بيكون عمل اذا انت هلا فهمت؟ نعم. هي واحد. اثنين في شغله في شعور صار هلا عند الكل اللي كان معني بالحرب السوريه. هناك حروب تنتهي ولو استمرت عندما تنتهي اهدافها. انتهت اليوم اهداف الحرب السوريه. زمان من اول شهرين ثلاثه كان واضح اهداف كان اسقاط النظام بعده لليوم اوباما انتحك. ما راح احكيك عن الخليج هلا. اوباما بعده بيقول وبتصريحه الاخير قال لا يمكن ان نرى الاسد في اي حكومه مقبله لكونه جزءا من المشكله. هي بارك اوباما مش الحال هذه بالسياسه. بس شو قال كمان؟ قال انه لا يمكن لاي عمل عسكري على الارض. صحيح امبارح كان عنده ثلاث لقيات لا منطقه امنه لا خيار عسكري على الارض ضد الاسد ولا بديل عن الحل السياسي. طيب ما هيدا موقف النظام بسوريا ما مطلع أمني ولا هذا موقف النظام. الكل بيقول اليوم إنه تسوية الجاية كل سلم فيها ببقاء النظام ولكن الخلاف على شخص الرئيس الأسد. يعني إذا هلأ كين هلأ أنا ما بديش دافع عن بس هلأ كين هذا الشخص هو مخرب سوريا وكل الأجهزة الأمنية وكل السلطة وكل المؤسسات وكل الوزارات وكله وكله هي ملائكة. ما هذا العنوان اللي سبق تدمير ليبيا. ما هيدا العنوان حتى إذا بدك بقصة مصر لما وقت حسني مبارك. طب ما تبين هلا إنه النظام بعده نظام حسني مبارك. راح حسني مبارك بس بعده نظام وما تغير شيء. مقارنة بين سيسي ومبارك ما تغير شيء. خليني إذا ما تغير شيء سوريا هلا إيه بعده ما في حل. الحل بعده بده جزء منه حيتطور بالميدان هلا. ما بعرف إذا في مفاجأة حلب أو مفاجأة بأماكن أخرى. مثل وين؟ ممكن أطراف دمشق. وانا انا شخصيا كان رفيق السلام ما بفهم عسكر كثير يعني بس عم عاشرت هالازمه وبتاخذ تدمر يمكن تاخذ دير زور اللي بدك اياه بس ما بيفيد اذا ما في محلين اخذته حلب وريحت دمشق من محيطها مهما كانت كلفه العمليه. هلا هن بيفهموا اكثر منا اللي عم يقودوا المعارك يصطفلوا بس انا ما بفهم اني انا رايح حتى على دير الزور وبعدي من عند العباسيين وبالرايح بيقدروا مثل امبارح بما بعد بحرست اواني بينزلوا بيعملوا حواجز وقال في وجوبر وداريا وما بفهم انه كيف انا بدي اروح لهونيك وبعدني هون. اذا ما هيدون تنظفوا وسكت دمشق وريفة واستعدت حلب اللي عم تعاني معاناه لم تعانيها مدينه فعلا يعني اكثر من كل جسمه صحيح. فبالتالي انت ربما يكون في هذه الخيارات بس يمكن هذه المعارك لها اهميه اليوم لمنع تقسيم سوريا وللحفاظ على مركزيه الدوله بكل المحافظات السوريه. عال كثير كويس انك انت مش منع بقدر ما انك انت تحط حد لطموحات البعض من اللي بعده عم خاصه بما في موضوع الكردي وموضوعات اخرى وبعده على فكره يعني هيك بوادر التقسيم او بوادر الفدرالي او بوادر الطموحات عند البعض بعدها. نعم. عشان هيك انت لما بتعمل مركزيه الدوله بدمشق وحولها وانت بتاخذ حلب وهلا انت صارت مكشوفه عندك الطريق لدير الزور من بعد تدمر ما عادش حدا بيقدر يعمل تقسيم يعني بدك في اماكن كمان بدك تسكرها يعني الجبهه الجنوبيه لابد من اقفالها. نعم. باي شكل انت لما بتاخذ هول وبتقرب بقواتك انت باتجاه درعا واتجاه الحدود الاردن
بتسكر يعني النافذه الاساسيه اللي بلشت منها الازمه السوريه. ما بديش اقعد نظر عسكريا بالاطار بس بالاطار السياسي العسكري. خلينا نحكي كان لفت تصريح لافروف بعد خروج وفد الرياض من المفاوضات بيقول انه غير مأسوف على البعض، تحديدا بيحكي عن جيش الاسلام وحركه احرار الشام. برايك رح ترجع اليوم تسقط الهدنه مع هذين الطرفين لمصلحه تصنيفهم على لوائح الارهابيه مثل جبهه النصره ومثل داعش؟ قد تقود المشاغبه الى قرار لهي القوى بتوسيع نطاق الاشتباك بما فيها قصف دمشق. اجت هلا تفجير السياره يمكن اليوم مقدمه سيده زينب، فبالتالي ممكن انه نرجع نشوف قصف على احياء دمشق كنوع من الضغط، وهذا بيرجع بيقود الى ان يقوم الروسي باعاده حيويه الحركه العسكريه اللي كان عم بيعملها. بس الروسي بيهن اليوم على المصالحات اللي عم تصير بحميه، عم بيحاول. انا برايي ما بتزبط، ما فيك تتصالح أنت والتمساح، مع احترامي ما فيك تقعد أنت والتمساح وتقعد تغني يا ليل أنت وأنيابه. صار في ثقافات وصار في انقسام حاد، بدك تلغي الكل كمان. ما عم بقول تلغي، بدك تنتصر وبدك تفرض واقع جديد بالسياسة وبمفاهيم جديدة لترجع تستعيد حيز كبير. هاي المصالحات جانب منها عم بيكون شكلي تسوياتي آني، وبيضل عامل رهان هذا اللي عم يتصالح هلا على انه لو رجع انكفأ النظام بيرجع هو لمكان اخر، او العكس بيرجع بيحتمي بالدوله لغايه ما تيجي فرصه ثانيه. انت بدك تعمل حاله جديده سياسيه، وهلا ما بديش يعني فوت بالاخطاء اللي ارتكبت، في اخطاء كثير كبيره يعني، وبعدها لحد هلا ما عم نحاول تطلع منها لانك ما عملت خطاب سياسي ايديولوجي جديد، لانك انت بمعركه عسكريه. بس ما حدا يراهن على انك انت اذا عملت مصالحه بهذا الحي وهذا الثاني انك بتغير معادله. انت على الارض في لا يقل عن 120 الف قوى عسكريه غير سوريين. ما حدا يقول عم نبالغ، ما بين بداعش او بصفوف النصره او بصفوف كل الناس اللي عماله تقاتل، بدك كثير لحتى تلاقي تعمل بيئه وصير جزء من اللي كانوا هن عم يقاتلوك ينخرطوا بقناعه من بعض ضمانات معينه مع الدوله ليكونوا بجنبك لمقاتله هؤلاء. لا المناخ الدولي لا الامريكان ولا الاوروبي جديين بمقاتله داعش حتى الان، ولا الروسي مسمح له أن يذهب بعيدا بمقاتلة داعش وغير داعش على الأرض السورية. هل قد الخطوط المتفق عليها مع الأمريكاني بهذا الإطار؟ حكيت لي عن مواجهة قبل شوي، أي متى بدها تصير ومين ومين وعلى أي إطار؟ في صراع بالإقليم مش هيك؟ جزء منه حزب الله وسوريا، وهذا عم بحكيك أنا بشوية معلومات يعني. نتنياهو شو كان عم يطرح وشو فيها هلا شوي عند الكتاب الروس الاسرائيلي قاعد عم بيشوف قدامه كيف عم تتشكل الامور، وبلش وقلت لك مثل بعض الحروب تنتهي اهدافها ولو استمرت، والازمه السوريه خلص انتهت اهدافها باسقاط النظام وبتقسيم سوريا وبانهاء دور وهويه سوريا العلمانيه وعلى المستوى القومي. اذا انتهت الاهداف نروح لك ليش؟ وهون بين هلالين من الطرائف، حزب الله نحن بنعتبره حزب ديني. نعم مش هيك؟ صحيح. كيف لحزب ديني يذهب ويدافع عن دولة علمانية؟ مش هيك؟ إذا هو ما رايح لأهداف دينية، رايح لأسباب سياسية. عشان هيك أنا من دعاة أنه تعوا يا شباب نروح على مصطلح القتال تحت الشعار القومي، لأنك أنت حزب ديني. نعم. بالجينات تبعك حزب ديني يتناقض مع علمانية الدولة مش هيك؟ نعم. ومع هذا وكله راح يقاتل ونكون حيث يجب أن نكون، وحمل النظام العلماني نفس الشيء. هذا النظام بعد لحد هلأ ثقافته تقوم على مبدأ الصراع مع إسرائيل، يعني ما سلم هويته، اجت هاي الخمس سنين ما سلم، ما بعث رئيس بشار الاسد او النظام يا سيدي من تحت الطاوله للامريكان غيره، طب انا اذا غيرت وبدلت شو بتعطوني؟ لا بالعكس بعده هاجم. في مكان ما بلحظه ما قد تجنح الازمه بمكان ما من العقل السوري الى الذهاب للحرب اخر خيار. بس بدهم يعملوها ما عملوها من قبل؟ بعدها مفتوحه. مين معه؟
حزب الله. إيه بس شيك. لو بده يعمل إذا سنذهب إلى الحرب الكبرى هي واحد. بالمقابل في مكان ما إسرائيل إذا ما حصلت على الضمانة أنه طيب أنتوا اتصرتوا هلأ ما سقط النظام وهذا المحور الإيراني هلأ مثل ما بقول أوباما إيران إلى دورة في المنطقة وبيعرفوا الإسرائيلي ما حينتظم الوضع بالمنطقة إلا بالتفاهم اللي حيكون منه الإيراني وغير الإيراني جزء من المنظومة والسعودي جزء من المنظومة. هو عم بيقول لك أنا أين إذا وجد حاله أنه هو ما ماخذ ضماناته للمستقبل وبيعرف حزب الله ماذا يملك وكل ما إجا الوقت عم بيطور علميا وتقنيا أدواته بيذهب إلى الحرب. والعكس صحيح، حزب الله والآخر معه وخط الممانعة قد يجد في الاشتباك في آخر في لحظة ما مع الإسرائيلي أنه قد يكون مخرج لفرض وقائع جديدة ويفاجئ الإسرائيلي أنه عم يقاتلوا بالجليل. شو عم بيمزح السيد لما يقول نحن استعدوا كل مرة بيعطي شيفرة استعدوا لأن بدك أو بدي أقصف بالعمق أو خلاص اليوم صار في أسلحة جديدة معشر ما عم بيحكي أسرار صحيح. صار في أسلحة عند حزب الله تصل إلى نص البحر الأحمر، صار في عنده سلاح جوي قد يفاجئ الإسرائيليين بأنه طائرات تحلق فوق المدن الإسرائيلية والإسرائيلي عنده وصار في قوة على الأرض عنده. يعني تعال بشوف أنه المنطقة رايحة على التسوية مش رايحة على المواجهة اللي عم تحكي عنها. أنا عمالي أقول لك أنا اللي عم بحكي عن تسويات أيه. لوين رايحين؟ بس أحيانا وأنت ذاهب إلى التسويات تضطر تحتاج غزة. يعني لما قرر شارون إنما كبرت ما بتظهر عندما يعني قرر شارون بده يتخلص من أبو عمار مش هيك؟ وقته اتصل ببوش انه بعده العائق لانه ابو عمار كنت بس توصل معه انت الله يرحمه بس توصل معه لموضوع اللاجئين انه ما فيه وموضوع كان يقول ابدا والقدس يقول ابدا فاخذ قرار باسرائيل بانه طب خلينا وبنحضر قياده جديده. اتصل شارون ببوش بوش قال له معلوماتنا انه ما بقى معوق كثير بلش يمرض. فرد شارون قال له إن الله يحتاج أحيانا لبعض المساعدة وكان قرار التسميم والاغتيال. وأحيانا أنت بالتسويات قد تذهب بلحظة ما بشكل مفاجئ إلى تطور دراماتيكي إلى إلى إلى, إلى يد إلى القبضة الحديدية لتفرض وقائع أنت جديدة بالميدان. طيب حناخد مثال بال 2012-2013 كيف كان وضع النظام بسوريا؟ كذا يعني كان الهجوم على دمشق وقتل خليط الأزمة وكان البعض هون الشباب بلش تلبس تقوم وتحط بنزين بالسيارات أنت طالعة لتحتفل بساحة المرجي. طيب كيف صار التطور العسكري؟ خلينا ناخذ هلأ بالتلاتين أيلول عندما دخل الروسي صحيح. لما امتلك الروسي معلومات على أنه هناك في خطة حتنفذ بعشرة واحدة من الخطط الهجوم على دمشق من جهة الجنوب ومن جهة الشرق ووحدة من خلال تركيء الأتراك وبدوا يعني بدوا ينزلوا الداعش والنصرة ويرتكبوا مذابح مهولة في العلويين بالساحل حتى ينهوا هالقصة واللي بده يصرخ وما فرقني معهم ويفرضوا الواقع الجديد. إجا الروسي غير هذا الواقع بلحظة دراماتيكية. هذا اللعب بس ما وقفت المفاوضات ما وقف الطرح ما وقف الحكي ما بين لافروف وكيري. حتى نحن هلا قلت لك مثل كأننا مثل سكس وبيكو هلا لافروف وفي وكيري بس بعده ما تبلور عشان هيك عم نروح على المفاوضات. بعد بتشوف جنيف 5 وجنيف 6 وبعد بتشوف وجوه وبعد بتشوف خلافات داخل المعارضة وغيره لحتى السعودي والإيراني تتوفر لهم بيئة للتفاهمات الأقليمية تحت المظلة يمكن يكون ببدايات الإدارة الأمريكية الجديدة ويمكن نكون أمام واقع أمريكي جديد يقلب المعادلة. بدنا نطلع رأس السنة إذا هيك يعني نحن بقيين بالمراوحة. كون عم تحكي عن موضوع الأمريكي الجديد يلي عم تراهن عليه السعودية والخليج بمكان معين وبرزت يمكن المؤشرات بس سيئة إذا بدنا نقول زيارة أوباما للرياض ما بس يعني هن عم يراهنوا ما حدا منكم يعني هني فهم هلا هني عم يستثمروا بالمنطقة الممتدة حتى انتهاء أوباما ما أدران أوباما يعمل معه شيء عم يستثمروا عم يشغبوا بس ما حدا عنده قدرة تصورات لما ستكون عليها الإدارة الأمريكية. هل فعلا عقل أوباما هذا السياسي والاستراتيجي والعقل الأمريكي فعلا عم بيحضر لبيئة ونكون أمام أمريكا اللي هي أمريكا ثقافة عقل أوباما
بتعاطيها مع ملفات المنطقة، أو يمكن نكون إذا أجت كلينتون ترجع تقلب الموازين، وهذا بدك تشوف ساعتها الواقع الدولي والواقع الروسي والواقع الأوروبي، لأنه كمان أنت أمام أوروبي حائر، نعم، تائه، ضعيف، متردد، عنده مشاكل النازحين، مشاكل اقتصادية، ما قدران يطلع من عند كمان ناطر أي أمريكي، أنا بدي يكون مع أي أمريكي. هاي الثقافات ما هي يعني تتصارع. بس اليوم برأيك الخلافات اللي عم بتكون بين واشنطن والرياض بشكل أساسي هي تكتيكية إلى علاقة بعهد أوباما، أو أكثر عم بتصير بالنظرة استراتيجية، خصوص أنه كتار بواشنطن عم يطرحوا علامات استفهام أنه التنظيمين الأعنف أو الأكثر تكفيرا اللي هن داعش والقاعدة اثنينهم أساسهم الفكر الوهابي. عم تعمل السعودية حرب استباقية دفاعا عن حالها. صار في بالعقل الأمريكي هلأ قناعات انه ما نحن بدنا يعني نطول بالنا كثير على السعودي، صار لازم تتغير. بعدين خلينا نرجع لاساس المشروع. نعم، اذا رجعنا لاساس مشروع تفتيت الشرق الاوسط من وقت اللي ظهر، من حتى من بعد كيسنجر اذا بدك، وتبلور بعد 2001، ما كان في ثلاث سيناريوهات. السيناريو الاول هو تحطيم بلاد الشام، يعني احتلال العراق كان مقدمته بيجي كولون باولو بيفرض شروطه على بشار الأسد، ما بتزبط. ومهم تفتيت سوريا، تفتيت لبنان، طبعا ضرب حزب الله وسحقه وكذا، وهذا الشعار اللي عمل بال2006، ومن ثم كمان فرض واقع جديد بالأردن من أجل يكون الخيار الأردني غيره، ومن ثم كان الخيار الثاني شو؟ مصر، ليبيا، تونس، الجزائر. نعم، من بعد ما أصحابنا بالسودان كمان وافقوا على التقسيم وزبط حاله عمر البشير. السيناريو الثالث الجزيرة العربية، يعني بيعرفوا هن انه بالعقل الغربي اللي خطط للمنطقة ايضا الجزيرة العربية جيها واقع جديد، ما قدران بعد هلا العقل الغربي يضل متحمل هذه الحالة السياسية اللي تقوم عليها المملكة العربية السعودية. عشان هيك السعودية لا بتفرض وقائع بتحمي حالها بالاقليم، وبتشوف الأمريكي اللي جاي لحتى تتعاهد معه. وأنا برأيي كيف بده يتم؟ بعدم وجود واحد اسمه محمد بن سلمان، ونذكر بعض نحن بالأمريكي الجديد. مين محمد بن نايف؟ مين البديل؟ بدهم يعملوا واقع تسوياتي مع هاي اللي بده يفوت بالتسوية على مستوى المنطقة، ما حياخذوا محمد بن سلمان اللي فات على اليمن وبعده طاحش وبعده محمد بن نايف. يعني ربما متعب بن عبد الله، ما بعرف أنا بالعائلة، بس ربما في واقع بده. ودائما هيك لاحظ أنت عند التغييرات الكبيرة لما بتاخذ عند المنعطفات فجأة بتعمل تبدل لحتى تجيب ناس بالظل تماما، هلأ مثل ما يسمى بالمعارضات. وعا تفتكر هولي اللي حيجوا على السلطة؟ نعم، يعني أنا مثلا بعرف أسماء 10-12 اقتصادي كبير وسياسي كبير وناس عايشين بأمريكا سوريين عم يتم تداولهم هلأ بالدوائر الغربية وعند لافروف، وحتى النظام معه خبرهم وكذا. هولي وقت التسوية بيجوا، يعني مش جورج صبرا بيجي على الحكومة. نعم، يعني مش أي حدا من هل اللي عم تشوفه الفيتين علوش أو غيره بقصف بضرب. هولي كلهم صغار وقت التسويات الكبيرة، بدك تشوف بعدين مين بيجي بيقطف. يعني كمان بمنطق الثورات، أنا ماني مع شو اسمه، حتى بمنطق الثورات يا حرام بكل أنحاء العالم شفت لك شي واحد أعرج متصوب بإجره أو أعور متصوب بعينه وكان ثائرا إجا على سلطة؟ في مين بيجي بيقنص وبيقطف؟ تماما مثل عندنا بالحكم مثل بلبنان، نرجع على لبنان. كل اللي أصيبوا، كل اللي قاتلوا، كل اللي راحت أعمارهم، واللي انحبسوا، واللي انخطفوا، واللي انقتلوا، واللي فقدوا أعضاء من جسمهم وكانوا فعلا مهما كانت مواقعهم، نعم، ما في حدا إجا على السلطة. رجعوا المقاطعجية اللي كانوا مستلمين المحاور تبعية القتال ولو كانوا حاملين رفع عن شعارات مؤدلجة، هني اللي بالسلطة. كذلك الأمر هلأ. لنختم الحلقة أستاذ رفيق بعد القراءة اللي تفضلت فيها، فينا نقول باختصار أنه لأول سنة مع الإدارة الأمريكية الجديدة لا تبلش تسويات بالمنطقة، من هلأ لوقتها احتمال المواجهة الكبيرة مفتوحة بما فيها، ومشان ما نخوف قد نقوم بمفاجأة الاشتباك مع إسرائيل، سواء هي تقوم أو سوريا والمقاومة تقوم. قد أنا بقول قد، نعم، بين هلالين، بين قوسين وثلاث علامات استفهام وكذا، مثل ما بيقول التوفيق ولا ما بعرف مين بمسلسل الخربي. قد بتكون، وقد نكون أمام مفاجآت،
معركة حلب أو أي كده، وقد نكون أمام مفاجآت أمنية بتتعلق بحالة اغتيالية بحالة شيء، يعني أنت في ميدان مكشوف. نعم. وبتضل الحكي عن جنيف، ما حيقولوا وقف جنيف، بضل ستيفان دي مستورة عمال يشتغل، وبضلوا لافروف، بضل كل هاي الأمور، بس ما حدا يتوهم إنه نحنا رايحين على الحل وقاعدين عم نحكي فيه. نعم. بعدنا مثلا بسنا، خلينا نشوف أذن الأشهر المقبلة شو رح تحمل. شكرا لك أستاذ رفيق نصر الله، مدير مركز دولي للإعلام والدراسات. شكرا أيضا للمشاهدين على المتابعة، على أمل لقاء في حلقات المقبلة من حوار اليوم.